عنوان جرائم التزوير الإلكتروني. تعود جريمة التزوير الإلكتروني من جرائم الغش في مجال المعلوماتية. ستتطرق في هذه المداخلة الرسمية والعمومية والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات، إضافة إلى التزوير في المحررات العضوية أو التجارية أو المصرفية. أولاً، التزوير في المحررات الإلكترونية الرسمية أو العمومية. يقتضي التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية المنصوص والمائة وثلاثين فقرة تالية من القانون 24/2002 موضوع الدراسة اليوم، والتي عوضت المواد 214 215 216 من قانون العقوبات، أن يقع التزوير على محرر عمومي أو رسمي، وأن يتم التزوير بإحدى الطرق المادية أو المعنوية المبينة في المواد السابقة الدرس. وسنحاول بداية التعريف بالمحررات الرسمية أو العمومية. يمكن تعريف المحرر العمومي والرسمي، أو من شأنه أن يصدر من موظف أو من يشتبه مختص بمقتضى وظيفته بتحرير وإعطائه الصيغة الرسمية، أو أن يتدخل في تحريرها أو تكشيف واللوائح التنظيمية التي تصدر إليه من الجهات الرئيسية. لكن السؤال الذي يطال، ما هو الفرق بين المحررات العمومية والمحررات الرسمية؟ المحررات العمومية أو المحررات الرسمية هما مصطلحان يستعملان للتفريق بين نوعين من فإن كان مصدر المحرر المزور هو الشخص مكلف بخدمة عامة أو ضابط عمومي، أمكن وصف المحرر بأنه محرر عمومي. وإذا كان مصدر الدولة أو أحد فروعها، جاز وصف المحرر بأنه رسمي، كما أن المادة 314 من 324 من القانون المدني أعطت تعريفاً للمحرر الرسمي، هو عقد الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك تبقى للأشكال القانونية في حدود سلطته واختصاصه. وبالتالي فالمحرر العمومي هو كل ما يصدر عن أي ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، مثل المحرر الصادر عن والمحرر الرسمي يشمل كل ما هو صادر عن السلطة التنفيذية كالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية أو السلطة القضائية أو السلطات الإدارية المحلية أو الإقليمية، مثل الوثائق التي تصدرها البلديات والولايات كرخص السياقة ورخص البناء وغيرها. والقانون 24/2002 أعطى بالمادة الثالثة تعريفا لكل من المحرر أنه كل مكتوب ورقي أو إلكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة أو تعبير عن الإرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه، سواء أعد المحضر محرر أو المحرر لذلك أساسا أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون. كما أعطى تعريف للمحرر الرسمي هو كل وهو نفس اللي جاز فيه المادة 324 القانون المدني، هو كل محرر يثبت فيه شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشأن. وعلى الرغم من محاولات التفريق بين المحررين